السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج السرطان. اكبر تحيه لمواليد برج السرطان الفتره دي، لان فتره التقدم وفتره الخير. هنشوف دلوقتي قراءتك على الملح الروحاني بتقول لك ايه، هنشوف التغيرات اللي عندك، هنشوف الافكار بتاعتك، هنشوف انت بتفكر في ايه والفترة دي ناوي على ايه. كل اللي مطلوب منك يا برج السرطان انك تصلي على الحبيب وتضغط لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدة، وتنزل في الكومنتات وتقول اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ونشوف دلوقتي بقى الاستقرار بتاع برج السرطان الفترة دي. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفترة دي انتوا في اعجاب، في حب، في حاجة بتحاولوا توصلوها، في رسالة، في حاجة تخص العلاقات العاطفية، لا إما حب جديد، لا إما كلام عاطفي، لا إما إعجاب، الله أعلم. بس في حاجات تخص الحب. البعض منكم عنده مغامرات، عنده مهمة بيحاول يخلصها، عنده تفاصيل، أدق التفاصيل مدقق عليها، فياريت ما تحكوش أبداً عن خصوصيتكم، لانه انتوا هنا معرضين للمشاكل من الناس المقربين. المقربين بيتابعوا خطواتكم، بيتابعوا حياتكم، وده من الحسد الشديد. في واحدة هنا دايما انتوا بتحلموا بيها، الست دي فتنة، الست دي انتوا عارفينها كويس جدا، وحتى بتجيلكم في الاحلام بتاعتكم، فياريت تبعدوا عن اي حد ممكن يأذيكم. كمان انتوا هنا عندكم قعدة حلوة، لقاء حلو، ايه كلام فيه نصرة، تغيرات جذرية، الله اعلم. عندكم رحلة جديدة، في امور عندكم هتبسطكم جدا الفترة دي. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم البعض منكم هنا عنده بداية علاقة شغل، علاقة ما كانش حاططها بباله، او يعني ممكن تكون في كمان رجوع للمنفصلين. شوفوا انتوا عاوزين ايه للفترة دي، لان الفترة دي عندكم تقدروا تقولوا باب السماء مفتوح، لان انتوا تعبتوا والتعب بتاعكم مخلي دماغكم وجعتكم. البعض منكم عنده تساقط شعر، اهمال في نفسه جدا ومش عارفين ايه السبب، لكن انتوا بفضل ربنا هيكون عندكم استكشاف لبعض الحياة الجديدة اللي عندكم. فعشان كده انتوا محتاجين راحة، محتاجين تغيرات. الثقة اللي انتوا واسكنها في نفسكم دي هي اللي بتطلعكم لبر الامان. فعشان كده انتوا بتحبوا جدا، ما بتحبوش جدا نفسكم لدرجة الانانية، لكن بتحبوا نفسكم ان انتوا تكونوا واثقين جدا. وعشان كده عندكم نصرة على بعض الاعداء اللي كانوا سبب في الطاقة السلبية اللي في حياتكم، وكانوا سبب في الحزن الشديد اللي كان ملابق حياتكم. عن سمعت خبر زعلكم من حوالي اسبوع او من فترة كده، سمعت خبر زعلكم، ضايقكم، حسيتوا ان الدنيا اتشالت ما اتحطت، لكن بفضل ربنا هترجع لكم الطاقة الإيجابية الفترة دي، وهيبقى في كشف أمر أو كشف موضوع كده غامض، حقيقة مدارية زي ما بيقول، فهيكون عندكم كشف حقيقة. والحاجة اللي هتكتشفوها دي هتكون جديدة، جديدة على القوقعة بتاعكم، كوكب كده بتاعكم هتكون جديدة، مش هتكونوا مصدقينها ولا هتكونوا متخيلينها كمان. فياريت تخلوا بالكم، في شخصين كده مقربين ليكم بيلفوا حواليكم،
الشخصين دول بص لكم بصه مش كويسه، فخدوا بالكم، ابعدوا عن اي حد يأذيكم، لان انتم من خلال الفتره دي هتتعرضوا للفرج والحسن اللي في حياتكم، فبلاش تسمعوا لاي حد. وزي ما قلت ان عندكم بشر هايله، بشر مع بشره خير مع الشريك، متجوزين عندكم شراء بيت جديد، عندكم تغيير عتبة في أرض بيتكم بإذن الله. انتوا عندكم ناس بتحبكم قوي، والناس دي لو انتوا طلبتوا عينيهم مش هيتأخروا عليكم، لكن انتوا تعبانين، انتوا في نفس، انتوا دايما طاقة الحسد بتأثر عليكم، الطاقة السلبية دايما بتحوط على حياتكم. كمان في وضوح ان انتوا الفترة دي يعني حاسين ان صبركم خلص، لكن انتوا ما تعرفوش المحاولات الفترة اللي جاية هتكون ماشية ازاي معاكم، فياريت تبعدوا عن اي كلام ممكن يأثر عليكم. البعض منكم عنده تعب، عنده حزن، عنده خذلان، عنده يعني فقد الثقة بالجميع، وخصوصا الناس المحيطة بقلبكم، لان انتوا بدأتوا تكتشفوا حاجات كتيرة جدا، وعشان كده بتبعدوا عن اي حد ممكن يكون سبب في مشاكل ليكم، سبب في عراقيل ليكم زي ما يكون بقى، فبتبعدوا. فانتوا هنا في حد من حرف الام، حد من حرف الام، حد من حرف الالف، حد من حرف اللام والنون، الحروف دول هيجيلكم من وراها خير، والخير ده هتكون فرحة او هيكون في استقرار. كمان انتوا الفترة دي عندكم نوع يعني من انتوا قافلين على نفسكم، حاسين ان الامور مش مرتاحين فيها، يعني حاسين ان الامور انتوا مش مركزين. البعض منكم ممكن ما يكونش مركز في شغله، مش مركز في حياته، فعشان كده قافلين على نفسكم شوية. لكن عندك فرصة، او عندك فرصة، فرصة الشغل جيالك عن طريق شخص هيدعمك وهيقف معاك الفترة اللي جاية، وفي موضوع زي ما قلت الموضوع ده هيكون فيه فرج. في كمان زعل بينكم وبين حد، الزعل ده انتوا اخدين على خاطركم او لان انتوا حساسين جدا. كمان في هنا يعني حاجة عكس ما انتوا فاكرينها، فخدوا بالكم. كمان البعض منكم هنا هياخد قرار حاسم جدا، القرار ده هيخليكم فترة من الفترات تعانوا من ضغط، لكن هتعبروا عن كل اللي جواكم وهتكونوا مرتاحين، لان هتحرروا نفسكم من علاقة سطحية، هتحرروا نفسكم من علاقة سامة، هتحرروا نفسكم من وجع دماغ، من وجع قلب، الله اعلم. فبسم الله هيكون عندكم نصرة. وفي كمان بسم الله ما شاء الله عليكم حاجات انتوا هتستفادوا منها، البعض منكم هيستفاد برحلة، هيشوف اماكن جديدة فهيجدد الطاقة بتاعته، البعض منكم هيشوف احلام حلوة فهيجدد ثقته بنفسه، الله اعلم. لكن انتوا الفترة دي عندكم زي ما قلت تغيير عتبة، بس في وجع في الكتف، وجع في الظهر، تنميل في الجسم، وده سبب طاقة انجاب او طاقة شفاء، لاما عندكم طفل لاما عندكم شفاء حلو، يعني شفاء لحد عندكم. في كمان شخص هتتلاقوا، شخص هتشوفوه هتتكلموا معاه، الشخص ده هيقف معاكم وفعلا هيساعدكم، وهيبقى في كلام بينكم وما بينه، بس انتوا هتكونوا في حالة تردد
او حالة قرار مش عارفين القرار ده ممكن نهايته توديكم لفين، وكمان انتم بسبب الامور اللي عندكم فانتم متلخبطين شوية. البعض منكم بيتجنب المشاكل على قد ما يقدر عشان القلق اللي في حياتكم واضح جدا عليكم. البعض منكم عنده حزن من اقرب الناس ليه، حزن من الناس اللي اذياكم. بتاخدوا يعني انتم مشكلتكم ان انتم بتاخدوا على خاطركم قوي، فما يعني حاليا ما بتوش تحبوا الكلام الكتير، وعشان كده لو في زعل جواكم بتكتموا وبتداروا، وحتى لو في فرحة ما بتبينوا، يعني لو في فرحة بتداروا الحزن ورا الفرحة بتاعتكم، بتداروا كل حاجة فيها حزن، ما بتبينوش غير الابتسامة وغير الضحك بس والفرح. البعض منكم عنده خير وعنده دفاع عن النفس، ويمكن كمان الفترة دي يكون فيه طاقة. انتوا هنا على مفترق طريق جديد، بس لازم تاخدوا فيه القرار الصح، لان القرار ده هيكون في مصيركم انتوا، وهيكون في تحديد الامور بتاعتكم انتوا. فان شاء الله باذن الله خلال فترة معينة هتلاقوا تجديد لامور حلوة جدا. في امر شاغل بالكم كل يوم بتفكروا فيه لدرجة ان انتوا عايزين تلاقي له حل، الحل بين ايديكم، والحل ده انتوا لازم تاخدوا فيه القرار الصح، لان هيكون في جبر خاطر للتغيرات الجذرية اللي هتكون على حياتكم بسبب القرار الحاسم ده. ربنا هينولكم مرادكم وهيخليكم تفرحوا جدا، او تفرحوا باللي انتوا بتعملوه بسبب الاستقرار النفسي اللي ربنا هيجبر بخاطركم فيه. وزي ما قلت البعض منكم انه هيستلم شغل جديد، هيستلم ورقة، هيكشف حقيقة، هيلاقي الامور عكس ما هو يعني مفتكر، او هيلاقي كلام عكس ما هو متخيل. فالامور عندكم هيكون فيها نصيب حلو قوي قوي هيفرح، فما تزعلوش خالص، اركنوا على جنب اي وجع اي ظلم اي كسرة قلب من الشخص التاني، لان انتوا دايما قريبين جدا من ربنا وبتتفائلوا خير، ما بتتفائلوش شر ابدا، كل اللي انتوا بتتفائلوه بتتفائلوا خير، والخير اللي عندكم هو اللي حرفيا هيعوم على حياتكم، ومن خلاله هتكونوا مبسوطين جدا، لان انتوا قدامكم نقطتين وتوصلوا لبر الامان. بسم الله. حرفيا الفترة دي انتوا بتعفروا مع ناس ما تستاهلش، لان المعافرات الزيادة عليكم بتعمل لكم اوجاع سلبية في حياتكم. الفترة دي عندكم شفاء، عندكم خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من حاجة كسرة قلبكم، او بمعنى اصح وجعكم. فعشان كده خلال 3 ايام هيكون عندكم صفقة جديدة، شغل جديد، حياة في الماديات، يعني انتوا هترتاحوا جدا الفترة دي في حياتكم المادية، وهتكونوا مبسوطين انبساطا تاما، لان هتشوفوا حاجات عمركم ما شفتوها. طيب البعض منكم قاعد ومشغول بطرف تاني، في حد مثلا شاغل بالك او شغلة بالك، في كلام يخص طرف تاني في حياتكم وعايزين تعرفوا السبب، او بمعنى اصح عايزين تعرفوا ايه اللي بيحصل من ورا ظهركم. فانتوا هنا عندكم طرف تالت بيتدخل في علاقاتكم، وكمان دايما باله مشغول، يعني انتوا دايما بالكم مشغول
ليه؟ انكم عايزين تكتشفوه مين هو الطرف الثالث اللي بيلعب عليكم. طيب هنا طبعا البعض منكم عنده زواج، عنده استقرار، عنده كلام يخص الشريك، او حب، يعني هنقول حب متبادل، او هيكون في حب جديد، في حاجات تخص الحياة الزوجية عندكم. البعض منكم كمان بيستعد لمولود، بيستعد للعتبة، بيستعد المكان في تغيير، بس انتوا هنا وقعتوا محدش سمع عليكم، يعني تعبتوا او جرت لكم حاجة مثلا، كنتوا تعبانين في الفترة اللي فاتت دي ومحدش واقف جنبكم، كان عندكم حمل كبير وما لقيتوش حد معاكم، الله اعلم. حرفيا انتوا عشتوا اكتر من فترة تعبانين، او بمعنى الفترة دي كان في شوية مجهود او كان في شوية تعب على حياتكم. عندكم طاقة روحانية او طاقة فيها حاجات جديدة على حياتكم. انتوا دايما روحانيين جدا، بتكتشفوا اللي حواليكم بسرعة جدا، بس في شوية كمان عراقيل واقفة قدام حياتكم. العراقيل اللي واقفة دي انتوا شايلين حملها وشايلين همها، يعني عايزين تحلوها بأي طريقة، وعشان كده في اكتر من امر واقف عندكم. طيب مين الست الحلوة البريئة اللي لسانها مؤذي؟ يعني هي مبينة ان هي بريئة بس هي لسانها مؤذي، ودايما بتحاول اذيتكم، يعني بتحاول تأذيكم وانتم امن لها وساكتين ومش راضين تقوحوا معاها، بتقولوا الصبر، بتقولوا ان الله مع الصابرين، بتقولوا احنا مش عايزين نعاقبها دلوقتي، احنا مش عايزين نتكلم معاها دلوقتي. انتوا صابرين على الست دي رغم ان انتوا عارفينها. نجمكم لامع وخفيف وكله طاقة ايجابية، وفي اسم الله ما شاء الله عليكم عندكم نصرة حلوة. النصرة دي هيكون فيها انفراجات رائعة ومفاجأة سعيدة ليكم. وفي كمان البعض منكم هيكون عنده أسرار هتكتشفوها، لأن في انفراجات زي ما قلت حلوة. طيب البعض منكم كمان عنده ازدهار من نجاح، أو في حد هيخليه منزهر، في حد هيخليه عنده طاقة إيجابية، عندكم تحقيق هدف الله اعلم، لان الوقت اللي انتوا فيه حاليا هيبقى فيه طاقات عكس ما انتوا متخيلين، لان انتوا بتعملوا مجهود، انتوا عمالين تبذلوا حياة جديدة، عمالين تذاكروا الحياة جديدة، عمالين تفكروا في حياة جديدة، الله اعلم انتوا بتفكروا تفعلوا حاجات حلوة الفترة دي. في شخص معجب او شخص عايز يتكلم، شخص مشتاق، شخص عايز يفتح معاكم موضوع، الله اعلم الشخص ده من المقربين لقلبكم، لان يبان ان هو بيحبكم قوي، والشخص ده على استعداد ان هو يساعدكم في اي حاجة، اذا كان شغل او اذا كان حياة جديدة، الله اعلم، لان هو مستعد فعلا يساعدكم. بس انتوا هنا عندكم عين قوية، العين القوية دي عايزة تأذيكم بأي شكل، وهي لها علاقة بالست اللي عاملة نفسها بريئة. كمان عندكم رسالة، الرسالة دي هتكون تحصين نفس، يعني اتحصنوا نفسكم على قد ما تقدروا، لان طول ما هتحصنوا نفسكم طول ما الامور اللي عندكم هيحصل فيها تجديد. البعض منكم كمان فاقد تركيزه، فاقد مجهوده، فاقد حاجة هو بيدور عليها بقاله مدة. شوفوا انتوا بتدوروا على ايه بقالكم مدة، انتوا الحاجة دي فاقدينها وعمالين تبحثوا عنها.
البعض منكم كمان في مسافات بينه وبين حد هو بيحبه، عندكم مسافات بينكم وبين حد، او انتوا يعني مش لازم حد يكون من الحياة الزوجية، ممكن يكون صديق، ممكن يكون ابن، انتوا فاقدين حد بتحبوه، ممكن كمان يكون مسافر، فانتوا مش عارفين هو فين الشخص ده، لكن انتوا مستنيين اي لقاء بيه، لان انتوا فعلا مشتاقين له قوي. البعض منكم بعيد عن الشريك ومستني لقاء باولاده، او مستني الشريك يتكلم معاه، او انتوا مستنيين تعملوا اكتر من اخبار حلوة، يعني مستنيين تفعلوا اي حاجة تديكم طاقة في اخبار حلوة. انتوا عندكم فلوس، فالفلوس دي هتستثمروها، او هيجيلكم فلوس فهتستثمروها. في موضوع فلوس عندكم شاغل بالكم الفترة دي، ودي اكتر حاجة تعباكم في حياتكم. في كمان حرف الميم وحرف الراء، دول موجودين في حياتكم في حد اذاكم، الحرفين دول حد اذاكم واهانكم، وكمان يعني وزع عليكم طاقات سلبية. والبعض منكم حاسس انه في سحر بيتجدد له، حاسس ان في شوية تعب على حياته، او حاسين شوية عراقيل موجودة عندكم، الله اعلم. فالامور عندكم هتتحسن احسن من الاول، والمشاكل اللي في حياتكم هتهدى واحدة واحدة، لان طول ما انتوا شايفين انه في مشاكل هيبقى في تعب وتعب نفسي، فانتوا لازم تهدوا اعصابكم الفترة دي، ولازم تبعدوا عن اي حاجة ممكن تأذيكم او تتعبكم في اي امر مؤثر على الطاقات اللي في حياتكم. طيب البعض منكم هنا عنده خروج من كلام سيء بيحصل عليه، او خروج من كلام مؤذي، في حد بيأذيكم بكلامه، فانتوا قررتوا ان انتوا تبعدوا، وقررتوا ان انتوا تمشوا عن الاشخاص اللي ممكن تأذيكم باي طريقة في حياتكم. البعض منكم هنا مهموم، الهم ده على كتفه، من كتر الهم انتوا حرفيا تعبتوا، من كتر الهم حاسين بالاذى فعلا، فعشان كده بتقرروا فورا تخرجوا من اي ضيق دايم عليكم، او من اي حرب شغالة عليكم، وده بيكون بتحسين او بخروج من اي محنة في حياتكم. كمان انتوا رقم اتنين، ده رقم اتنين بيكون مميز جدا بالنسبة لكم، لان حاسين انه في تفاؤل، حاسين انه في اخبار حلوة، وقدامكم فترة معينة وحد هيجيب لكم هدية، الحد اللي بيجيب لكم هدية ده هو اصلا بيحبكم وناولكم على خير، او هو اصلا مشتاق لكم، او هو اصلا ناوي ان هو يقف معاكم ويساعدكم، الله اعلم. بس فعلا الشخص ده هتلاقوه يعني هتلاقوا المساعدة حلوة، هتلاقوا الطاقة حلوة، هتلاقوا الانفراجات حلوة، هتلاقوا التغيرات الجذرية اللي هتعوم على حياتكم من خلال الشخص اللي هيديكم هدية ده. انتوا ماشيين خطوة اتجاه حد، او في خطوة اتجاه حد، الخطوة دي هتكون بريئة، او انتوا ماشيين ببرقة مع بعض الناس، في ممكن يكون عندكم مرات اخ، او عندكم اخ بيسمع كلام مراته، او مراته مش كويسة معاكم، فانتوا العيشة اللي عايشينها مش عاجباكم، وده بسبب تخليط الكلام وبسبب الطاقات اللي بتتوزع عليكم، لان انتوا روحانيين، يعني اي حاجة بتعدي عليكم بتأثر فيكم وبتسيب فيكم تأثير كبير جدا في حياتكم،
وده هو اللي وجع لكم المعدة من كتر الحساسية الزايدة، وجع في الظهر، وجع في الجسم، شوية أوجاع كده بتحصل عندكم وعايزين تعرفوا ايه السبب. وكمان انتوا شاكين انه معمول لكم سحر في حياتكم، بس انتوا الدنيا متلخبطة معاكم قوي الفترة دي، ومش عارفين راسكم من رجليكم في اي حاجة، وده طبعا سبب رئيسي في اللخبطة والتعبان اللي بيلعب في حياتكم وبيتصرف فيها بمزاجه.